بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوان الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بالحلقة الثالثة بخصوص عمليات الإضافة. في الدرس الماضي وصلنا إلى الطريقة الثامنة، وإن شاء الله في هذا الدرس سوف نتحدث عن ما تيسر من عمليات الإضافة. طيب، هلأ نحن بالميثود 9 شو حنعمل؟ هيدي الميثود 9، الطريقة التاسعة. هنعمل التالي، هنيجي لهون، نيجي نعمل كلاس جديد، ننشئ كلاس جديد ونسميه مثلا بيرسون. اوكي، بيرسون بهذا الشكل ونضيف فيه مجموعة من الفيلدز، مثلا string underscore fname، مثلا string مثلا underscore name، واخيرا string underscore address. اوكي، هنضيف properties، هنيجي نكتب كلمة prop باختصار prop، ونضغط دبل. لاحظ شو عم بيقول لك هون، note tab twice to insert the prop snippet. فاذا جيت ضغط انا مرتين دبل تاب هيعطيني، هنحط string، هنحط property اسمه fname، وعندي هون كمان prop سميه هون النوع string، هون lname و prop string address. طبعا حيجي اني هلا اعمل هون get الفيلدز، هاجي اللي هون return underscore fname، وعندي هون sorry underscore fname equal value. okay، بهيدا الشكل نعملها copy، control v and control v. هيدا حيكون ال name، هيدا حيكون ال address. اوكي عفوا. طيب هلا خلينا نجي لهون، بعد ما انتهينا من انشاء الكلاس وضفنا بقلبه الفيلدز والبروبرتيز. لحتى اللي طبعا نحن نقدر نتعامل مع الكلاس بيرسون، لابد اولا من انشاء كائن او انستنس او استنساخ كائن يمثل الكلاس بيرسون، لنقدر نحن من خلال هذا الكائن نوصل للبروبرتيز الموجوده ضمن الكلاس بيرسون. فانا حاجي اكتب اسم بيرسون اللي هو اسم الكلاس، واقول له بي هو بيمثله equal new person، وقل له مثلا p.fname. البروبرتي الاولى حنخزن فيها قيم ال txt fname.txt، والبروبرتي الثاني .lname حنخزن فيها txt lname.txt، واخيرا ال p.address txt address.txt. اوكي، حنجيب نحن جملة الاستعلام، عملية كلها هون حط عنا بهيدا الشكل، نعمل removing comment، حنشيل هون هيدا لأنه مكرر مرتين، ونعوض محل هول ال p.fname وال p.lname وال p.address. اوكي، بهيدا الشكل. خلينا نجرب ونشوف شو حيصير معانا. اذا جينا نحن هلا حطينا مثلا بلال، جابر مثلا، جابر وتريبولي بولي. اوكي، وسيف داتا. لاحظ ضفنا البيانات، ما في مشكله ابدا بهذه الفكره. طيب هذه الطريقه التاسعه، نروح على رقم 10. رقم 10 method 10 method 10. طيب هون نحن حنتعامل، حنيجي ننشئ method
وبعدين نجي نعمل كولينج لهذا الميثود ونعوض الباراميترز، لانه نحن حنضيف على هذا الميثود باراميترز، ونعوض الباراميترز الموجوده بقلب هذا الميثود بمربعات النصوص الموجوده عندنا، لانه هي مربعات النصوص نحن من خلالها بندخل البيانات وهي بتحمل قيم. عفوا، فحنجي ننشئ public method. طبعا حتكون void ما بترجع داتا. عفوا، ونسميها مثلا اذا بدنا insert مثلا person، نفتح bracket، نفتح curly bracket. طبعا ما نضيف نحن هلا هون parameters، نجي بنقول له مثلا string fname، string lname، و string address. اوكي، وحنجيب نفس العملية اللي عملناها هون، نفس العملية بس طبعا حيكون بعض المتغيرات، يعني عم نعوض البارامترز اللي عندنا. بطبيعة الحال نحن مش نستخدم هذه الطريقة، نستخدم البارامترز fname at lname و at address. اوكي، هون نشيل هاي. طيب اكيد نحن هون حنستعمل ال cmd parameter، فحنيجي نوقف cmd dot parameters dot add الطريقة اللي بدك اياها، حكينا عن طرق كتير بال cmd parameter، ونيجي نضيف مثلا add fname sqldb type dot var chart 50 value equal. طبعا value له حيخدها من وين؟ من البارامتر اللي هون. عفوا، فهنحط له نحن اثنين ونعمل copy، خلينا هيك شوي نبعدهم عن بعض عشان تكون واضحة عندكم الصورة. هون حيكون ال name، هون حيكون ال address، وطبعا اللي بيعوض قيمة ال name هو الباراميتر ال name، واللي بيعوض ال address هو الباراميتر اللي عندنا فوق اللي هو كمان address. اوكي، بهذا الشكل. طيب كيف بنعمل calling لهيدي؟ بعد نحن ما عملناش calling، نعمل calling هون بالميثود 10. هو الكول حيكون انه insert person، نفتح bracket، لاحظ هذا insert person بياخد 3 parameters، ال f name ال name وال address. من نعوضهم بمين؟ ال f name من نعطيه قيمه من ال txt f name.txt، وال l name من ال txt l name.txt، واخر واحد من ال txt address.txt. اوكي، بهذا الشكل. فينا ساعتها كمان هون نجي نستدعي عملية الريلودينج، ولاحظ انه نحن هيدا الميثود نفذناها بسطرين فقط. طبعا كنا عاملين لهون نحن ميثود